لطالما أثبتت المرأة السورية أنها إلى جانب الرجل في كل الميادين على مر العصور، هبة وبهنة ومرام، فتيات في مقتبل العمر تطوعن للعمل كمسعفات في مؤسسة الشهيد، إيمانا بواجب وقوف المرأة إلى جانب الرجل، خاصة في ظل ظروف الحرب التي تعيشها البلاد. أنا هوني أنا بإمكاني أن أقدم هون إسعافاتي اللي الله بيمليني عليها، أني أنا ساعد البشر، أنقذ أرواح، كون يعني أمرار بتمر بالتفجير، أنت مثلا بجوز أخوك ابن عمك، بس بدك تشيل شيء العاطفي على جنب، وشغلك كمسعف وأدائك لواجبك هو الشيء الثاني اللي بدك تقوم فيه أنت بأثناء هذا التفجير. طوعت هوني لأنه بعرف أنه هذا الشيء يمكن أول مرة بيصير بسوريا بسبب الأوضاع بين كلياتنا كبنات كصبايا، يعني نكون موجودين ونشارك مع الشباب. في شباب عندنا على الجبهة هني عم يحاربوا، في شباب هون عم يكونوا هنن يعني بأول خط مع أي شيء بيصير بمدينتنا. للشرف إن يكون بهي الصفة إنه مسعفة، يعني جينا هون طريق التطوع أول شيء مشان نقدم ولو 1% ونكون مساندين لجيشنا العربي السوري بالشيء اللي عم يعملوه. يعني جتني الفرصة عن جد كبنت إني أحسن سوي شيء بهذا الظرف اللي نحن عايشينه، خاصة هون بمحافظة حمص. المهمة الإنسانية والإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن والإنسان كانت أقوى من غدر الإرهاب. لم يخفن من التفجيرات الإرهابية، فكانوا مع زملائهم الشباب يدا بيد في إسعاف جرحى من مواقع التفجيرات الإرهابية التي ضربت مدينة حمص. عم قوم بدوري وأدي واجبي بالوضع الراهن اللي أنا مفروض عليني بهذا الوقت، وعم أدي واجبي بالتفجيرات بالحالات من نقل مشافة لمديني لكذا، بحيث أنه قوم أدي واجبي. بالنسبة لإلي أنا بوقت اللي بكون هناك موجودة بتفجير ما بحس أبدا بخوف، يعني بحس أنه هذا الشخص بدي أسعفه، أقدم الشيء اللي أنا لازم أقدمه تجاهه. وممكن أي بعد ما بنقدم عملنا كلياتنا كبنات، أي هون بتشتغل العاطفة، انه منحس نحن شو كنا عم نشتغل وشو حسينا وكيف كنا عم نشتغل كل هذا الشغل. عملنا نحن عم يكون دائما على الارض، طبعا عم يكون دائما على الارض، فعم ننزل على التفجيرات. اول شيء يعني اكيد كان في شويه خوف، بس لما عم نوصل لهنيك لما عم نشيل ولما عم نشوف كيف اخواتنا ورفقاتنا هيك، يعني عم يروح كل شيء عن جد، عم يروح كل الخوف، عم يروح كل التعب، عم يروح كل الرهبه، يعني تفجير هذا. بس يعني مبسوطين كثير انه عم نحسن نقدم ولو شيء بسيط يعني بهذا العمل. اكثر من 7 سنوات من الحرب على وطننا الام سوريا، والمرأة السورية تناضل الى جانب رجال الجيش العربي السوري في الدفاع عن تراب الوطن، فكانت الى جانبه في كل الميادين، وكانت خير ام قدمت في ذات اكبادها ليبقى تراب الوطن كريماً عزيزاً. فالوطن يبني شبيه الأم، إن رادت ترضع تفطم، وإن رادت توهب تحرم، بأي حالة اسمها الأم. الوطن للي لجل أرضه نذر نفسه ورخص بابنه.